انطلاقة وتواصل آخر في أشواط هذه الفترة الصباحية الذي يحمل لنا عنوان المنافسات القوية مع أشواط وسن المفاجآت الذي يتابع دائما من الجميع بكل تحدياته وكل انطلاقاته المميزة. على بركة الله نسير ونبحر مع حضراتكم في هذا الشوط الخاص بالأبكار اللي قاية المحليات الأصايل. يسير هذا الشوط وتندفع معه كل الآمال والطموحات الدائمة بتحقيق انتصار مميز وعرض لائق بهذه المسميات وهذه الأبكار. المركز الأول الذي تقدمت من خلاله هنا تتواجد قمة، تعود ملكية قمة حمدان بن حمد بن راشد بن غدير على المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني من خلال الانطلاق والتواصل الذيبة تتواجد الذيبة سيف بن سعيد بن سيف بن سالم النيادي من يقدم الذيبة على المركز الثاني. أما المركز الثالث هناك تواجد وتحدي من ريمة هلال بن سهيل بن عبيد المزروعي من يصل وينطلق نحو المركز الثالث في هذا التواصل. أما المركز الرابع فنجد هنا الواصلة عمر بن راشد بن سبت الخيالي من تحتل المركز الرابع، والمركز الخامس من الجانب الآخر هناك قسمه والفوز والانتصار يا بن دري قسمه ونصيب سالم بن أحمد بن دياب بن سالم بن دري الفلاحي، بينما المركز السادس غيرت التماس علي بن سالم بن حلوكة يحتل المركز السادس في هذه اللحظة، بينما المركز السابع هي معزة منصور بن محمد بن دحروي العامري يصل للمركز السابع، والمركز الثامن تقدمت الشاهينية سلطان بن حمودة بن تركي الاجتبي يأتي على المركز الثامن. المركز التاسع الانتقال مباشرة إلى رمحة محمد بن ثاني بن قطامي السويدي، والمركز العاشر آخر الأسماء في هذا النداء هي الشاهينية سعيد بصغير بن قنون الاجتبي. هذه النتيجة حتى هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، ومسار هذا الشوط مسار تحديات كبيرة وتحديات مميزة تحمل في طياتها الناموس الأجمل والأفضل. عودة إلى بداية الشوط وعودة إلى قمم القمم، ولازالت البداية اللي تسير من خلالها قمة وعلى المركز الأول متحكمة بقبضة هذا الشوط لحمدان بن حمد بن راشد بن غدير هي المتواجدة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. البداية الأولى إذن مسار صحيح ومسار تحدي عملاق تحمل لنا هذه الأسماء، بينما هناك مواجهة من الجانب الآخر والطرف الآخر ولكنها من نوع آخر، وهي من الذيبة سيف أو سعيد بن سيف بن سالم النيادي يصل ليحتل المركز الثاني، يستسلل إلى الموقع الأولى المركز الثاني من الجانب الآخر. هناك معزة لمنصور بن محمد بن دحروي العامري وصل وخذ المركز الثاني، المركز الثالث بن غدير، والمركز الرابع هذه اللي وصلت الآن ريمة هلال بن سهيل بن عبيد المزروعي يصل ويتابع نحو المركز الرابع في هذا الانتصار. المركز الخامس النقلة التالية على المركز الخامس وعلى تواجد وانطلاق غنايم راشد اللي وصلت الواصلة عمر بن راشد بن سبت الخيالي، بدأ الآن يغير مشاهدين الكرام وتصل الواصلة إلى موقع الانطلاق التحدي والانطلاق المثير. المركز السادس نتابع من خلال تحديات هذا الشوط ونتابع سلودة عوض بن محمد بالثيمة العامري يصل ليحتل المركز السادس، بينما المركز السابع شعار مسري بن سالم بالعرطي الحميري اللي يقدم جبار على المركز السابع، والمركز الثامن قسمه ذياب بن سالم بن دري الفلاحي، والمركز التاسع وصلت كيف لراشد بن محمد الخريباني أو رمز هذه اللي وصلت رمز لسالم بن محمد بن حمادي العفاري، والمركز العاشر سعيد بن مطر الرميثي يقدم الماهر على المركز العاشر. ها هي الماهر وها هي الأسماء مشاهدينا الكرام، وتغييرات مستمرة في لقاء هذا الشوط، بينما تظل النتيجة للمركز الأول حاضرة حتى هذه اللحظات بدون أي تغيير وهي في المركز الأول في صدارة هذا الشوط متحكمة بزمام الشوط وتحدي هذه الانطلاقة، ولا زالت قمة على قمة وهمة في المركز الأول. الله همة عالية حمدان بن حمد بن راشد بن غدير، والهمة العالية لانتزاع المراكز الأولى حتى اللحظة لا يزال على المركز الأول، ونحن نقترب كثيرا من لحظة
لحظات هذا الشوط الختامية، لحظات هذا الشوط المزعجة المزعجة. وصل الماهر الآن من خلال وجود الماهر سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، وصل مع الماهر، وصلوا آل السمحة، وصلوا آل السمحة في هذا الانتصار. وهناك منصور بن محمد بن دحروي العامري يقدم كذلك لنا من خلال الانطلاقات معزة معزة معزة. وبالثيمة واصل قلب الأسد عوض بن محمد بن حسن بالثيمة العامري، واصل في هذه الانطلاقة ليحتل المركز الرابع. هذه الرباعية على الكادر الأول، على الكادر الأول، ولكن تسير همة تسير همة. تغيرت الآن، هناك تغيير من معزة، غيرت معزة منصور بن محمد بن دحروي العامري نحو المركز الأول في هذه اللحظات وفي هذه الانتفاضة. بينما المركز الثاني هنا هم حمدان بن حمد بن راشد بن غدير، ولكن تصل 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 الماهر سعيد بن محمد بن مطر الرميثي أو سعيد بن مطر الرميثي. بينما المركز الرابع عوض بن محمد بن تيمة العامري يقدم سلودة، ولكن خلاص طارت طارت معزة مشاهدين الأعزاء بانطلاقة هذا الشوط. منصور بن محمد بن دحروي العامري إلى المركز الأول وإلى ناموس هذه الجولة، إلى ناموس الجولة الثانية، مع المحليات إلى صايل، مع المحليات إلى صايل. اللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة. سلام مرغم سلام، سلام مرغم سلام على هذا الفوز والانتصار. هنا يأتينا منصور بن محمد بن دحروي العامري على المركز الأول مقدما هذا التألق الكبير والتألق الرائع في انطلاقة هذا الشوط، شوط المحليات إلى صايل. تهانينا والناموس، هذه لحظات الوصول إلى خط النهاية ومعلن الفوز والانتصار في أول المراكز مشاهدينا الأعزاء. هذه لحظات الوصول. المركز الثاني هناك حضور من لفحة مايد بن راشد الحميد المنصوري. المركز الثالث هنا تغيير ولحظات سريعة علي بن مسفر الخيالي. والمركز الرابع محمد بن حسن بثيمة العامري. لكن نعود إلى التوقيت الزمني، نعود إلى لحظات الوصول الأخيرة لهذا الشوط، وكان التحدي والانتصار يأتي مشاهدين الأعزاء مع وجود معزة بسبع دقائق 52 ثانية وجزءا وحيدا من الثانية لتفوز بهذه الانطلاقة وهذا التحدي منصور محمد بن دحروي العامري. المركز الثاني حضرت للسيد، ها هي مشاهد الأعزاء لفحة لمايد بن راشد بن حميد المنصوري. تهانينا على 7 دقائق 52 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس يا بن عطشان على هذا الفوز. والمركز الثالث مسفر بن علي بن مسفر الخيالي، من قدم لنا مشاهد الأعزاء غزوة بسبع دقائق 53 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. هذه الأبكار فاجأتنا في أشواطنا مشاهد الأعزاء. بينما المركز الرابع عوض بن مظفر محمد البثيمة العامري، والمركز الخامس سعيد بن مطر الرميثي. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة.